انت ما عرفتيش مين اللي عمل كده؟ لا. طب وهتعملي ايه يا تحيه؟ ده راجل مستني الحاجه. انا عشان كده جايه اكلمك تكلميهم ياخروا ميعاد التسليم شويه لغايه ما اشوف هعمل ايه. ازاي بس؟ الناس دي بتحب حاجاتهم تيجي في ميعاد مظبوط، انت كده شغلك معاهم هيتاثر خالص. طب هعمل ايه بس يا منيره؟ ما انا هعمل كل العبايات من اول وجديد. حاضر، انا هكلم علاء يبعت لهم وربنا يسهل. طيب انا قصدكي في خدمه تانيه والنبي. انت عارفه العربون اللي انت اديتيهوني انا اشتريت بيه كله خامات وحطيت عليه من جيبي كمان، فلو ينفع يعني تكلميهم يبعتولي اي فلوس امشي بيهم حاجه. اتصرفي يا تحيه، احنا نقدر نطلب منهم تاجيل التسليم لكن ما نقدرش نطلب منهم فلوس كمان. عندك حق، ماشي انا هحاول اتصرف وربنا يعمل اللي فيه الخير. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذي الناس بالشكل ده. ربنا يعوض عليك يا حبيبتي. ربنا يعوض.